لمناقشة أوضاع القطاع الصحي في العراق في ظل تحديات تزايد تفشي فيروس كورونا، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق فراس الموسوي. أستاذ فراس، مرحبا بكم. وزارة الصحة يعني ترجح انطلاق موجة ثانية للوباء خلال أيام قلائل، أيضا خلية الأزمة تقول أن 10% فقط من المصابين هم يدخلون الحجر الصحي. بداية أستاذ فراس، كيف تقيم تعاطي الجهات الصحية مع وباء كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين ومستمعي قناة الرافدين. بصراحة النظام الصحي بالعراق وحالة حال الأنظمة العالمية التي واجهت هذا اليوم وباء كورونا والجائحة العظيمة التي ضربت جميع أنظمة بلدان العالم سواء منها المتقدمة وغير المتقدمة وحتى الوسطية بما فيها العراق. اليوم النظام الصحي بالعراق هو نظام بصراحة لا يرتقي أو لا يكون بالمستوى المطلوب أو لا ينسجم مع الأنظمة العالمية، فبالتالي البنى التحتية في النظام الصحي العراقي هو نظام الصحي ونظام موجود حاليا، لكنه البنى التحتية للنظام الصحي العراقي صراحة متهالكة وتعبة ومستشفيات بنيت منذ عشرات السنين، فبالتالي انعكاسات المرحلة الصحية في العراق هي انعكاسات سلبية بسبب رداءة البنى التحتية الموجودة. فبالتالي اليوم العراق يعاني ما عاناها العالم بجميع قطاع الأرض وقطاع الأرض، وكورونا هي جائحة عالمية لم تضرب العراق وحده بل ضربت جميع العالم. فبالتالي انهيار الأنظمة الصحية ليست في منها وليست في بعيدة عن مستوى أو النظام الصحي العراقي. النظام الصحي العراقي يحتاج إلى تعديل وترتيب وإعادة نظرة وهيكلية وبنية البنى التحتية في وزارة الصحة العراقية وفي جميع أنظمة الصحة العالمية. فبالتالي اليوم العراق ليس في منهى عن هذه الجائحة وليست في منهى عن انهيار. نعم، هناك أعداد متزايدة في العراق وأسبابها كثيرة، منها الأسباب بالبنى التحتية، منها أسباب زيادة أعداد الفحوصات المتواجدة في العراق. كان هناك مركز واحد ومختبر واحد في العراق يقيم هذا الفحص البي سي آر الخاص بمرض كورونا كوفيد 19. اليوم بالعراق هناك أعداد لا بأس بها من المختبرات الموجودة في العراق، فبالتالي الأعداد تزيد مع زيادة عدد الفحوصات. اليوم نعم النظام يحتاج إلى إعادة نظر، يحتاج إلى رؤية استراتيجية لبناء دولة في العراق، بناء صحيح صحي سليم يتناسب مع التطور الحاصل في بلدان العالم حتى ينعكس إيجابا على صحة الفرد العراقي. طيب اليوم البنى التحتية بصراحة نعم. أستاذ فراس، يعني أغلب المصابين ومن ضمنهم يعني أقربائي أغلب المصابين بفيروس كورونا لا يدخلون المستشفيات، وذلك بتوجيه من الأطباء في العيادات الخاصة. ما السبب في ذلك؟ لماذا يعني يقولون لهم بأنه لا تذهب إلى المستشفى وذلك خوفا من أن يفقدون حياتهم؟ ما السبب في ذلك؟ ماذا يوجد في داخل المستشفيات الحكومية؟ بصراحة اليوم الأخصائيين هم معنيين بحالة المريض، وهناك حالات متفاوتة ما بين مريض وآخر. احنا في ضمن السيستم المتعارف النيرسينج كير العناية التمريضية التي نقدمها هناك ثلاث مراحل في الحالة المرضية، هناك مودريت ومرض وسيفير وحالات أيضا متفاوتة ثلاث حالات. اليوم الطبيب من يشخص المرض لحالة مرضية معينة عادة ما يوجه إلى أنه يذهب إلى المستشفى من عدمها حسب الحالة المرضية التي يمر بها المريض. فبالتالي حينما يكون هناك عدم نصح المريض بالذهاب إلى مستشفى معينة هو ليس لأنه وجود سوف يموت في داخل المستشفى، بل الحالة المرضية لا تستوجب الذهاب إلى المستشفى. فبالتالي اليوم ترى النظام الصحي الإيطالي بصراحة انهيار فظيع وملفت للنظر، والناس لم تذهب إلى المستشفيات وبدأت تموت في البيوت. هذا ليس أنه هناك بصراحة نقص بتقديم الخدمات، لكنه أعداد المتزايدة في المرضى عكست سلبا على تقديم الخدمات الصحية في المؤسسات. فبالتالي اليوم مو أي طبيب أنه يقول لك لا تذهب إلى المستشفى الفلانية أو لا تذهب، بل الحجر المنزلي عاد يكون أفضل من الناحية النفسية. تعرف اليوم الحالة النفسية للمريض هي مهمة جدا لتقديم العناية.
فبالتالي لكن إذا كانت لكن الحالة الحك... المرضية لكن للمريض أستاذ فراس، لكن الحكومة كثيرا ما تشتكي من قلة الإمكانيات، طبعا في دولة تسبح على بحر من النفط. هنا السؤال، لماذا أعجزها بناء المستشفيات والبنية التحتية الطبية اللازمة لمثل هكذا طوارئ؟ ما سبب في ذلك؟ هذا السؤال كثير ما يرد سواء على المستوى الطبي في العراق المتسائل او الجماهيري. نعم. اليوم المرحله العراق حقيقه ليس من البلدان الفقيره، بل هو من البلدان الغنيه، سواء على مستوى الاقتصادي او المستوى التجاري على جميع الاصعده اللي بصراحه يعيش فيها العراق. اليوم العراق يجب ان يكون من البلدان المتقدمه. بصراحه لم تكن هناك عنايه كافيه ولازمه لتقديم ما هو مطلوب من ناحيه صحيه جميع المواطنين العراقيين، فبالتالي يجب ان تكون هناك مستشفيات متطوره وهناك مؤسسات صحيه ذات بنى تحتيه فائقه الجوده، لكنه بصراحه لم نجد اكثر من عشرات المستشفيات هي لحد الان لم يكتمل انجازها، فقط هياكل موجوده في بغداد واطراف بغداد وبعض المحافظات لم تتسع لهذا اليوم. العراق ليس بعاجز عن المستوى الاقتصادي او المالي حتى لا تكتمل هذه المستشفيات بالتالي تقدم الخدمه الصحيه للمواطن العراقي. اليوم هذه الجائحه بينت المستوى الطبيعي لبلدان العالم سواء المتقدمه او المتاخره من الناحيه الصحيه، ما هي الامكانيه التي تمتلكها هذه الدول. طيب. اليوم بصراحه العراق يجب ان يكون على مستوى عالي، نعم هناك عقول عراقيه بصراحه تقف امامها جميع القامات تحيه واذلال وحب لهذه الخبرات العراقيه اللي المتواجده في العراق. نعم. على المستوى الطبي وعلى المستوى التمريض، نحن كفرق اليوم تطوعيه في المؤسسات الصحيه او خارج المؤسسات الصحيه حتى في المناطق. نعم. أستاذ فراس. النائيه يذهب فريقنا ويقدم الخدمات الطبيه، فبالتالي هناك طاقات شبابيه تمريضيه موجوده على ارض الواقع، يجب ان تستثمر استثمار صحي وجيد حتى تكون هناك بنى تحتيه جاهزه لاستقبال هؤلاء المتطوعين. فبالتالي شكرا. هناك اعداد كثيره من الشباب عاطله عن العمل من بصراحه خريجين، لدينا مناشدات كثيره، لدينا خريجين نعم على الملاك الطبي والملاك التمريض والصحي هم قاعدين لحد اليوم لم يعينوا، فبالتالي هؤلاء اذا سندوا لوزاره الصحه سوف تكون خدمات على مستوى عالي. نعم هناك. شكرا استاذ فراس من بغداد، رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق فراس الموسوي، شكرا جزيلا لكم.